اليوم نحن بنبدأ في شوط الست ونعلن لكم أشواط الظفرة الست محليات شوط أصحاب السمو والشيوخ. عندنا شوطين، شوط لأصحاب السمو والشيوخ وشوط للجماعة. ففي كل شوط من يحظى بلقب ملك الأشواط. المركز الخامس وحصلاً على 85% الشيخ جبر بن سعود بن عبد الله آل ثاني. ويحمل أن الرقم 60. المركز الرابع حصلاً على 86% الشيخة بنت ذياب بن سيف آل نهيان. ويحمل أن الرقم 15. واليوم نحن بنبدأ في شوط الست ونعلن لكم أشواط الظفرة الست محليات شوط أصحاب السمو والشيوخ. المركز الثالث وحصلاً على 89% للشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان. المركز الأول حصلاً على 98% والمركز الثاني 95%. المركز الأول وحصلاً على 98% للشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان واللي يحمل الرقم 12. المركز الثاني حصلاً على 95% للشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان واللي يحمل الرقم 13. الناموس لأصحاب السمو والشيوخ. سالم الوهيبي وكيل ابن الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان وإنجاله الكرام، حياك الله. الله يبقيه، نقول لك الناموس على هذا الإنجاز. تستاهل خير من الله. ما شاء الله حصلت المراكز الثلاثة الأولى. والله نعم، ولهي بغريب طول عمرك للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان. هذا الشوط طول عمرك من استوى وحنا ناخذه. ما لكم منافس عليه؟ ما لنا منافس وإن شاء الله على طول بناخذ بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله يوفقك. من تهدي هذا الإنجاز؟ يهدي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ولصاحب السمو الشيخ ولي العهد سمو الشيخ محمد بن زايد وللشيخ سيف بن محمد وإنجاله خليفة بن سيف. شوط الظفرة الست محليات لأبناء القبائل. المركز التاسع وحصلاً على 68% الحمد صالح المنهالي ويحمل الرقم 22. المركز الثامن وحصلاً على 70% السيف محمد مبارك الخيارين من دولة قطر ويحمل الرقم 15. المركز السابع النسبة 75% الحمد سالم بن سندية المنصوري ويحمل الرقم 23. المركز السادس وحصلاً على 82% السلطان بن حمتوت المنهالي ويحمل الرقم 21. المركز الخامس وحصلاً على 84% لمحمد بن عايض القحطاني ويحملن الرقم 19. مشاهدينا الكرام، جمهورنا الكريم، عندنا أربع مراكز. المركز الرابع وحصلاً على 85% للدكتور سلطان حسن آل ضابط الدوسري من دولة قطر واللي يحمل الرقم 18. وحصلت على 88% المركز الثالث السعد بن نهار بن ناصر النعيمي من دولة قطر واللي يحمل الرقم 20. والمركز الأول حصلا على 93% لمبارك عبد الله بن ضابط الدوسري من دولة قطر واللي يحمل الرقم 16. والمركز الثاني حصلا على 92% العلي بن هياي المنصوري واللي يحمل الرقم 17. الناموس لاصحاب المراكز العشر الاولى.
مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري، الناموس حصولك على المركز الاول في شوط الست. والله تستاهل خير، وناموس اهديه لسيدي سمو الامير ولي العهد الشيخ تميم وللشعب القطري كافه ولشعب الامارات ولمحبيه، كما اهني اخوي علي بن هياي المنصوري على حصوله على المركز الثاني طبعا. وناموس ناموسه واحد يعني، علي بن هياي قال انا اهدي الناموس المبارك بن ضابط الدوسري، اهدي وانا اهدي لاخوي علي بن هياي المنصوري كما اهداني الفوز. بيض الله ويهكم علي بن هياي المنصوري الناموس على حصولك على المركز الثاني في هذا الشوط القوي. يحق لك خير وعافيه يا عامر. لمن تهدي هذا الفوز؟ والله هديه لاخوي مبارك بن عبد الله بن ضابط صاحب المركز الاول يستاهل، وهديه لشعب الامارات. اظني انت مبارك واحد يعني، وهذا ما اللي نحن نعرفه. ما يحتاج، ناموسنا واحد، انا مبارك اخوان وناموسنا واحد. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. مشكور مشكور يا مشاهدينا الكرام، جمهورنا الكريم، نعلن لكم شوط الظفرة للست مجاهيم شوط أبناء القبائل والمركز العاشر، وحصلا على 53% لمحمد راشد بن جهيم المري من المملكة العربية السعودية. المركز التاسع حصلا على 57% لصالح سعيد آل سفران من دولة قطر. المركز الثامن وحصلا على 57.5% الحمد علي بن المخضوبية المري من دولة قطر. المركز السابع وحصلاً على 64% الخميس راشد بن شفيان المنصوري المركز السادس وحصلاً على 68% الحزام راشد الزعبي المري من دولة قطر. المركز الخامس وحصلاً على 74% لمسلم عبد الله بن العري المزروعي. المركز الرابع وحصلا على 79% لصالح سالم الكربي. المركز الاول 96% الناصر سعيد بن مرسان الهادري. المركز الثاني وحصلا على 83% الحمد صالح شعبان المنصوري، واللي حصل على المركز الثالث وحصلا على نسبة 79.5 الضبيعي بن عبد الله المنعالي. سعيد بن مرسان الناموس على هذا المركز، ويعني حصدك المركز الأول في شوط الست شوط قوي يعني. شوط الست شوط قوي، ودخل جميع البل المشاركة اليوم إبل قوية، لكن الحمد لله رب العالمين تم التوفيق وحصلنا على المركز الأول، والناموس والفوز جمع الأخوان من جميع دول مجلس التعاون اليوم في هذا الاحتفال الكبير، هذا أهم فوز وأهم ناموس. سعيد بن أحمد المنصوري الناموس على المركز الثاني في شوط الست. تستحق خير وعافية. لمن تهدي هذا الإنجاز؟ هذه للوالد وهذه رئيس الدولة ولي عهده وممثل حاكم المنطقة الغربية. خالد بن الضبيعي المنهالي الناموس حصولكم على المركز الثالث في شوط الست. تستحق خير وعافية. الحمد لله احنا توفقنا اليوم، حصلنا رقم 3 وبنا منافسة اليوم في الثلاث الأوائل، وهذا حد ذاته ناموس المشاركة في مزاينة الظفرة، ومزاين يعتبر أم المزاينات لأن الرقم صعب في مزاين مثل مزاين الظفرة. بالذات شوط الست يعني. بالذات شوط الست شوط الظفرة يعني، تسمى شوط الظفرة.